سلام شباب، كم وزن الأعصار؟ بلش بجزئية صغيرة عن الغيمة. غيمة بيضة صغيرة، كم ممكن يكون وزنها من الماء؟ ما هيها طائرة، كم بده يكون وزنها يعني؟ حسب تقارير العلماء وزنها بوصل لحد 98 طن، يعني تقريبا 2 على 3 من وزن حوت أزرق، يعني كمية ماء ضخمة ماشية في الهواء. طب شو بيخليها انها تضل في السماء؟ اتطلع تحت الغيمة شو بتشوف؟ هتحكي ولا اشي، في هواء دافئ، درجة حرارته اعلى من درجة حرارة الجو. معروف ان الهواء الساخن دائما بيرتفع للاعلى. سبحان قدرة الله. منشوف جزيئات الهواء بتطلع للاعلى، بينما جزيئات الماء بتحاول تنزل للأسفل، ما بتستطيع إنها تنزل. فطالما الهواء بيرتفع للأعلى، صعب الهواء الماء ينزل للأسفل. إذا عرفنا كم وزن الغيوم البيضاء، شو بالنسبة للغيم الأسود الماطر؟ تفاجأ أن وزنها 98 ألف طن، يعني عن 353 حوت أزرق. طبعا هذا حجم كبير من المياه. طيب حكينا على الغيوم، شو بالنسبة للإعصار؟ الأرقام خيالية. إعصار في أمريكا الشمالية ممكن أنه يوصل قريب من 50 مليون طن، وهذا الرقم بيمثل 360 ألف حوت أزرق، يعني أكثر من الموجودين على وجه الأرض. وكل هاي الكميات من المياه تمشي في السماء. من قوة هاي الأعاصير تسحب كل المياه الموجودة في المحيط وبتنقلها إلى اليابسة. فكمية هاي المياه راح تنزل هائلة.